احتفى اليمنيون على نطاق واسع بفوز المنتخب السعودي التاريخي على الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، حيث سارعوا إلى تدوين مشاعر الفرح العارمة بفوز منتخب عربي على واحد من أعتى وأقوى المنتخبات في العالم، متوشحين بصور المنتخب السعودي. وأكد النشطاء والإعلاميون أن الإنجاز السعودي يعد مفخرة لكل العرب، وأن فرحة كبيرة شهدتها المدن العربية وعاشها الجميع تأييدا وفخرا وإعجابا وثناء، مشيرين إلى أنها أشبه بملحمة عربية في أرض عربية وانتصار كروي عربي هو الأبرز. واعتبر النشطاء احتفال اليمنيين بهذا الفوز تجسيدا لمشاعر الجوار وروابط الإخاء والعروبة والمشتركات القومية، وأن اليمنيين عادة ما يبادلون أشقاءهم وكل من وقف إلى جانبهم مشاعر الوفاء والصدق والكرم، مؤكدين أن فوز المنتخب السعودي وانتزاعه هذا الفوز التاريخي وحد العرب مجددا بصناعتهم نصرا مستحقا وكبيرا، مشيرين إلى أن الفرحة اليوم اتسعت وامتدت من المحيط إلى الخليج، فرحة كانت قبلتها ووجهتها السعودية. وفي هذا السياق غرد الناشط حمدي العمري قائلا: احتفل اليمنيون في المحافظات اليمنية بفوز صقور المنتخب السعودي على الأرجنتين، وهكذا هم اليمنيون في كل محفل كروي عالمي قلوبهم تجتمع على تشجيع المنتخب السعودي الذي يرون أنه يمثلهم ويمثل الوطن العربي. وكتب الصحفي عبد السلام القيسي في هذا الصدد: الشعور الذي ينتابني بفوز المنتخب السعودي شعور يمني، لا يمكنني أن أشعر هكذا وأبتهج إلا لليمن. في الشارع كنت أحدث من رأيت: فازت السعودية. الرابط العربي متين يكمن في اللاشعور ويتعاظم. وغرد الدكتور عبد الملك المخلافي في هذا الإطار قائلا: توحد العرب خلف المنتخب الوطني السعودي في مواجهة الأرجنتين في مونديال الدوحة، وتوحدوا أكثر بعد النصر لعرب أمة تبحث عن قيادة توحدها وعن نصر يجمعها اليوم. المشاعر واحدة من المحيط إلى الخليج، والأمل والفرح واحد. وخرجت الجماهير اليمنية بكل عفوية للاحتفاء بالفوز السعودي في كل من مأرب وتعز وغيرها من المدن اليمنية، ترقص وتبتهج وترفع الأعلام اليمنية والسعودية وتطلق الأهازيج المعبرة عن الانتصار العربي. وكتب الإعلامي كامل الخوداني قائلا: اليمنيون يشاركون أشقاءهم الاحتفال بالفوز، تعز تطلق الألعاب النارية، مأرب احتفالات ورقصات، ومسيرات الساحل إطلاق الأعيرة النارية، والكل في المدن اليمنية وكل اليمنيين بل كل العرب يحتفلون بهذا الفوز التاريخي.